تطوير الواقع الصحي بشكل يطمح إليه المواطن العراقي أصبح حاجة ملحة للارتقاء به، لا سيما وأن البلاد تواجه حرباً ضد جائحة كورونا. فإضافة أقسام جديدة للأمراض المزمنة وردهات في غاية الأهمية لمشافي الأطفال. هذه المستشفى تقدم الخدمات لحوالي 5 إلى 6 مليون نسمة، وبذلك دعم هذه المستشفى بتخصصات جديدة وفتح مراكز تدريبية ضمن هذه المستشفى سيسهم كثيرا بتدريب الطبيب العراقي أولا وبتقديم الخدمات المثالية. طبعا أيضا اليوم ما يسرنا حقا وجدنا أن كل الإمكانيات متوفرة في هذه المستشفى من حيث الأدوية والمستلزمات الطبية ولا سيما لمرضى الثلاسيميا. وزارة الصحة وضعت خططا طموحة ستشمل المحافظات والعاصمة بجانبيها الكرخ والرصافة، وذلك ببناء مراكز خاصة بالأطفال وتزويدها بالملاكات الطبية والتمريضية والعلاجية. هذه الزيارات تكون دعم لنا وإسناد إن شاء الله للمضي قدما بالعمل الطبي، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن. والحمد لله والشكر أخذنا وعد من السيد وزير الصحة بتوفير ما تكلم عنه بخصوص إضافة اختصاصات جديدة للمستشفى، وإن شاء الله نكون موفقين وإن شاء الله نجد الدعم مستمر من لدن السيد الوزير والسيد مدير عام دائرة صحة بغداد. رغم أزمة كورونا هناك إنجازات كبيرة في هذه الدائرة وفي كل دوائر الصحة في العراق. ستكون هذه المستشفى مستشفى تدريبي لطلاب البورد العربي، وكذلك إضافة تخصصات جديدة إن شاء الله لتكون إضافة نوعية وكمية للخدمات الطبية والصحية في دائرة الرصافة وكذلك في مدينة الصدر. تسعى وزارة الصحة إلى تقديم أفضل ما لديها من تقنيات الطب المتقدم وحسب الحاجة الفعلية للمدن المكتظة بالسكان من توسعة للمشافي. المتابعة الميدانية من قبل وزارة الصحة إلى مؤسساتها الصحية يأتي إلى إضافة وحدات وأقسام جديدة إلى مشافيها بما ينسجم والكثافة السكانية والواقع الجغرافي لهذه المناطق. من بغداد، محمد العيداني، العراق.